القادمة تكون هذه الحالة نضجت كنوات وعرفت بشكل أو بآخر قواعد اللعبة مال النظام السياسي اللي يريدون يجيبوننا مغمضين عميان نلعب في الملعب، الملعب مالتهم والجمهور مالتهم والطوبة هم لازمينها وتعال يريدني أفوز، أو يجيب لي حالة مشوهة يدعمها هو بشكل أو بآخر ويذهب باتجاه دفعها، وبعدين من أجي أنزل أنا للشارع أو أتحدث للرأي العام يقول لي ما هاي التجربة موجودة، إيش راح أسوي أفضل من عندها؟ صح. كل هذه التجارب كانت شاخصة سواء كانت جماعية أو فردية أمامنا في تجربتنا البسيطة على مدار 3 أو 4 سنوات. أما الموقف من ما يحصل الآن فموقفنا صريح وواضح، وتعرضنا من خلاله للتنكيل والتضييق بسبب أنه كان كلامنا بشكل حقيقي تجاه الرأي العام المحلي والدولي، وهذا أزعجهم. أنه ما يمارس النظام السياسي أولاً التضليل اللي تمارس الحكومة تجاه الاحتيال على مشاريع القوانين، رئيس الوزراء لديه الحق بسحب مشاريع القوانين إذا كانت صادرة من عنده أو إذا شاف بها جنبة مالية أو اعتقد بضرورة أهمية أنه تراجع من قبل جهات مختصة. أنا ما أريد أدخل هيك قصة، أنا من الأحوال الشخصية أدخل يعني بحاجة. مثلا تيار الخط الوطني وحراك البيت العراقي وباقي التيارات المدنية الموجودة، نعم. حركة وعي نازل أخذ حقي غيرها، يا سيدي إحنا نتمنى أن يكون هناك دور وندعم الحركات الشبابية، بس عندنا مثلا حركة امتداد أخذت صدى ودخلوا مجلس النواب وبعدها اختفوا 17 نائب واختفوا، ما نعرف اليوم وين صارت حركة امتداد. علاء الركابي جاي نسأل عنه وينه، ما جاي نعرف وين. فشن اللي لا صارت ثقالة برقابنا. طيب من شلون أعرف أنه باقي الحركات اللي راح تتأسس اليوم راح تأخذ صدى أكثر من اللي أخذتها امتداد أو حركة وعي أو نازل أخذ حقي؟ أنا أريد أدعم، انطيني شيء أدعمه. يعني بكل صراحة أستاذ عدنان، لا يوجد مشروع لدى القوى السياسية الناشئة باتجاه أنه تذهب لإبراز حالة لحد الآن لحد هذه اللحظة. أكو حالات تجميعية، يعني أكو اتفاق مبدئي جرى قبل أشهر بيننا وبين السيد عزيز الربيعي وتيار الخط الوطني، ونقترب ونحاول أن نوسع هذا الاقتراب أن نكون 3 إلى 5 حالات تذهب باتجاه تحالف أو مشروع. هنا نش دخل علينا؟ دخل علينا الضغط السياسي سواء كان من قبل تحالف قريب للحكومة أو تحالف قريب من الإطار التنسيقي يحاول أن يبتلع هذه الحالات أو يفككها ويجزها. وانتم ما مهيئين نفسكم لهذه الضغوطات؟ يعني هسه بشكل أو بآخر البيت العراقي مهيئ نفسه وقدر على مدار التحالفات السابقة سواء كانت انتخابية أو سياسية عندما لا يرى بها مصلحة سياسية له، وأنه بدأت الموضوع يصير عبارة عن فقط تجميع مثل ما حصل بتحالفات خاضت الانتخابات سابقا وما مثلت الهوية أو ما دافعت عن أصل وجودنا. إحنا ليش انوجدنا؟ يعني إحنا ليش كشباب جينا قلنا خلينا نجي نسوي تيارات جديدة ونتحدث بعلمانية الدولة وبفصلها عن الدين وعدم ذهابنا باتجاه أن نكون حالات استتباع خارجي، العراق ما ينباع تفصيخ لدول المنطقة أو دول خارجية، ويكون الاقتصاد العراقي للعراقيين. إذا صارت هذه فقط شعارات في تحالفات سابقة إحنا سحبنا مباشرة وشفنا أن الموج أعلى من عندنا، قلنا ما نقدر إحنا نكمل. لكن لدينا أمل الآن أستاذ عدنان، لدينا أمل بأن قادرين على أن نكون نواة حقيقية ويجري العمل عليها الآن. طيب. بالتفاهم وبعد أن أطلق التيار